FM. الكلمة ليك برشا فلوس لتجهيز بلديات فما معناتها ومشكورين هنا معناتها الدولة وفرت والأجيال معناتها الاتحاد الأوروبي وفر ومعناتها اعتمادات وقروض معناتها برشا بلدان وفما بلديات اللي بمسألة ذاتية غير بلدية تونس مدة 6 سنين أخرانين كل عام نصرف في تجهيزات معدات نظافة برك بما قيمته 2.8 مليون دينار متى 2 مليار و800 مليون في كل عام. على سبيل المثال الحاويات كل عام ما نجات ثورة اليوم نشريه في 1000 حاوية لكن ما لا البلدية فرحان لا المواطن فرحان لا الزائر حاول نجاعة الحاويات هذه ما عادت حاول المنظومة النظافة الديبوردمون تبارك الله خيرات ربي الحاويات شوفوهم حتى هنا في ناجر تلقى بالثلاثة في أي بلاس حتى بالعشرة حاويات أنا قلت باترية متاع حاويات بوليسيون فيزيال قطعة سروايح وسخي قطر بلوتة كلاب مسعورة حاسيله منظر مزري بالرغم المجهود الكبير اللي صار. بلدي تونس خمت معناتها ريفليكسيون ايتود صارت قاعد نقول لك عام واحنا ننزلوا نمضوا اهتدينا الى حل. حاليا باش نعملوا حاويات نصف مطموره معناتها دي كونتينر سميهم فوي. حاويه كيما شفنا هنا في ناجي تونس اذا كان شفتوا بتمجيهم زوز وبعد زوز وناجي ليمون كعبه كعبه كعبه. ونفس الحاويات عملناهم في بعض اماكن في المنزل. شو معناتها حاويه مطموره؟ معناتها ان كونتينر سمي اونتيري ثلثين تحت الارض وثلث فوق الارض. السعه نتاعها 3 فيتر معناتها 4 حاويات اللي هم حديد في الشارع نعوضوهم بوحده برك تكون تحت الارض وتجي تهز كل مجمع معناتها نتاع فضلات. ولات معناتها الفضلات فتحتها اون سيرفاس ولات تحت الارض. بضمان جميع المواصفات معناتها ريسيبيون اون بلاستيك نتاع 21 مليمتر ما يتحمل لي ديفورماسيون ويتحمل لو فويت وغيره. ان ساك دو 3 متر كوب فيه من اللوطه معناتها بانو اللي يلم الماء نتاع الزبش اللي يمشيش خاطر هذاك يقلق ريحه ودود وغيره. مشينا في تجربه بالتعاون مع بلديه باريس مشكوره. المشروع في خط منت في الكاد بريمير ترانش اول قيمته 145 مليون دينار كحاويات وقع تركيزها ودوك دشنو في البحيره في المنزه وفي الحريريه كمشروع نموذجي مشينا وين فما كثافه من تفضلات اللي هي ناتج عن نشاط تجاري او سكني في البحيره فضلات نتاع نشاط تجاري في المنزه سكني وحطيناها بجنب معاهد وعمارات وفي الحريريه في اقامات معناتها نتاع سنيت ملك الحاكم معناتها التجمع السكني اللي يفرز تبارك الله خير هذيك التجربه النموذجيه مع هذه تتم معناتها برنامج اقتناء شاحنه ضاغطه خاصه بهذوما والشاحنه تكون شاحنه كبيره خاطر حاويه كبيره لازم شاحنه كبيره فرونتابيليزي تكون الشاحنه تسوى قيمته 500 الف دينار معناتها عندها ما تبعها الحاويه عندها ما تبعها وعلى 2017 كمان كيف انت انطلقنا في طلب عروض ان شاء الله في السيمستر الجاي نشريو 50 اخرين لتوسع التجربة هذه. هذوما حاويات صديقة للبيئة؟ هذه حاويات ما انت على الاقل اللي تنقص من لي زونفور وغيرها الزبلة ما تطيرش قصدي على مستوى الارض التربة معناتها اللي بيرفكتمون ايتونش كما قلت معناتها السماكة نتاعها 21 ملم بلاستيك هو دونسي ما تسيب حد شيء تنجم تحطها في اي ارض تنجم تحفرها تنجم تحط في بلاصه صخره انما انت رافازو تتحط في وسط ما عندنا حتى اشكال معناتها اللي بيرفكتمون ايتونش ما تتفرغ ميكانيكمون ما فماش ما تتعب الخدمه لا هز لا دز لا فيها سرقان عجالي ما فيها مسكره معناتها لا بيرفكتمون ايتونش لا تدخل فيها امام طر لحاجات تحل الكوباك وتحط ساك وتسكرها باش يصير فما تلوث بصري باش نحيوه تلوث البصري والبيئي برج من الناس قالوا كل برباشه مساكن ما عادش في بروشو صحيح ماش في بروشو بحذاه لكن كان شفتو هنا في ناش بحيره الفكتور حاطين ديكاجون بور بوتين بلاستيك الكلمة ليك